قبل ما نبدا لا فيديو غادي نعطيك واحد الوصف ديال النهار ديالي كيفاش كان كيدوز فاش يلاه خدمت تقريبا في الاخر ديال 2018 ولا في البدايه ديال 2019. فالنهار ديالي كان كيدوز بحال هكا، كنت كنفيق تقريبا مع 7 وما كرهتش كون غير نزيد واحد 5 دقائق ولا واحد 10 دقائق نزيد نعس، حيت كنحس براسي بلي مازال ناقصني نعاس. كنفيق كنجري باش غير نبدل وناخذ المستلزمات ديالي وداكشي اللي خصني في الخدمه، وبالزربه كنخرج كنلقى ترونسبور واقف كيتسناني مع 7:15. كنشد ترونسبور مع 7:15، كنوصل للخدمه تقريبا مع 8:30 وكندوز النهار ديالي كامل في الخدمه. ابخي ما كتسالي الخدمه كنوصل للدار مع ترونسبور عاوتاني مع ديك 6:30 حتى ل 7:15. سواء كناكل شي حاجه في الدار خفيفه، سواء كنخرج على برا ناكل شي حاجه ورجع عاوتاني للدار، كتكون ديك الساعه شي 7:30. دونك 7:30 تما فين كتبدا الرحله ديال شد التليفون وبقى شاد واحد المده اللي طويله. دخل الانستغرام، من انستغرام للفيسبوك، من فيسبوك للواتساب، من واتساب ليوتيوب. المهم كنبقى في هذيك الحلقه كندور كندور كندور، ها لي ميساج ها لي فيديو، داكشي ما تيتسالاش حتى كتوصل تقريبا 12 لوحده، بعض المرات كتبقى حتى لجوج. كنعس عاوتاني مع ديك الجوج، تضربني عاوتاني الفيقه بزز بزز، عاوتاني التليفون تيصوني مع ديك 7 والحلقه غدا بحال هكا. حتى لي ويكاند ديالي كنت كنفيق معطل حتى ل 12 ولا حتى لوحده، كنمشي نهار السبت غير كنتقدى شي حاجه وكنرجع في العشيه ونشد التليفون، ونهار الحد كنفيق عاوتاني معطل كنمشي غير كنضرب تركيله في المدينه وكنرجع، وغدا بحال هكا ما خدام على اوبجيكتيف ما حتى شي حاجه. عندي الخدمه كنمشي وعندي في العشيه تليفون. و اون فوا ديسيديت على انني نبدل العادات ديالي، يعني غادي ندير واحد العادات اللي جداد باش نبدا التغيير ولا باش نبدا الشونجمون، لاحظت بلي الناس ولاو كيشوفوا فيا واحد النظره اللي في شكل. فيما كنتلاقى بشي واحد مثلا تنقول ليه بلي راني كنفيق مع 5 ديال الصباح وكندير واحد الروتين صباحي، تبقى تشوف فيها كنحس براسي بحال انا تنبيع الحشيش، ولا تنحس براسي بحال انا تنبيع لا دروغ ولا كندير شي حاجه اللي ممنوعه. العادات واحد عندهم واحد الباور اللي كبير، وانا انفو بدلت العادات ديالي واحد العادات اخرين اللي قلال الناس اللي تيديرهم، دونك هما تيتشافوا على انه هاد الناس اللي كيديروا هاد العادات راه فريمون شي حاجه اللي كونتر، يعني ما خاصناش نديروا بحالهم، خاصنا نكونوا عاديين. ولكن راه انا فاش كانوا عندي دوك العادات العاديه راه ما كنت حققت حتى شي حاجه. امتى حققت الاهداف ديالي وامتى افونسيت؟ هو النهار اللي بدلت العادات ديالي، حيدت العادات اللي ما مخلينيش انني نافونسي وانستاليت العادات اللي خلوني انني نافونسي ونوصل للاهداف ديالي. هذاك الشيء علاش في الفيديو ديال اليوم غادي نهضر لك على واحد 4 العادات اللي خاصك تخلص منهم قبل ما توصل 2021 باش تافونسي فيغ لي زوبجيكتيف ديالك وتحرك ما تبقاش بلاصتك. اول عاده خصك تسوبريمي خصك تخلص منها هي لو فات ديال انك كتفيق ديريكتومون الخدمه ولا القرايه. يعني اول حاجه كتجي لك في بالك انفو كيصوني التليفون كتفكر بلي راه الخدمه ولا القرايه. تخيل معايا بلي ما عندكش الوقت باش تفكر في راسك انت في الاهداف ديالك، انت كتفكر في اول حاجه هي غادي نمشي للقرايه غادي نمشي للخدمه. وانفو غادي تمشي مثلا ناخذ ليكزومبل ديال الخدمه، غادي تصطدم بالمشاكل ديال الخدمه وغادي تدوز نهار ديالك كامل في الخدمه، يعني غتكون عمرتي بزاف ديال المشاكل. وانفو غادي تدخل في العشيه كيفاش غادي تكون؟ واش باقي عندك الوقت باش تفكر في راسك؟ واش باقي عندك الوقت باش تفكر في الاهداف ديالك؟ جو بونس با. غادي تكون عمرتي بزاف 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 ديال الحوايج من ديك الخدمه ولا من ديك القرايه، تالمو غادي تبغي غير تكا، تبغي غير ما دير حتى شي حاجه. الو شنو الحل اللي خاصك ولا شنو هي العاده اللي خاصك ترومبلاسي بها هادشي؟ هي انك تفيق على الاقل نص ساعه قبل الوقت. انا ما تنقولش لك فيق مع 5، مي كنقول لك على الاقل فيق واحد نص ساعه قبل من الوقت، خدم فيها على ان اوبجيكتيف ديالك انت، يكون ديالك انت، يعني لا علاقه له بالقرايه ولا علاقه له بالخدمه. يقدر يكون هو انك تكتب شي حاجه، يقدر يكون هو انك تعلم شي حاجه، يقدر هو انك يكون تريني جو سي با، تقدر يكون هو انك تعلم لونجلي. المهم واحد نص ساعه. مثلا انا كنت كنفيق مع 7، نقدر نولي مثلا نفيق مع 6:30، دونك غير 6:30 ماشي ديريكتومون 5، غير نص ساعه نخدم فيها على واحد لوبجيكتيف ديالي. هادي راه كافيه باش تخليك على انك تافونسي بزاف في هذاك لوبجيكتيف. ثاني عاده اللي خاصك تخلص منها هي وهي عدم النظام ولا انك ما تكونش منظم. فاش كتجي عند شي واحد وكتقول لي النهار ديالي منظم ومقاد وكندير هادي وكندير هادي وكندير هادي، عاوتاني تيشوفك بواحد النظر، لا ما خصكش تكون منظم، خصك تكون غير مروان وخصك تكون غير مخربق. هادي هي لا نورم، هادشي اللي بغى المجتمع. المجتمع خاصك تكون غير مروان، تكون غير كتخربق، تكون الوقت غير دايزه، تكون تابع الفيلين ديالك، بغيتي دير شي حاجه ما ديرهاش وغادا بحال هكا. راه كو ديما تنقولها
النجاح كاين في الاورغانيزاسيون، الا ما كنتيش اورغانيزي ما عمرك ما غادي توصل للنجاح. وديما كنعطي ليكزامبل بالمشاهير اللي واصلين سواء في الكوره سواء في الفن سواء في الغناء سواء في اي لعبه، في العلم، في اي حاجه. هذوك الناس عندهم واحد الروتين، عندهم واحد لورغانيزاسيون ديال النهار ديالهم، راه ماشي غير كيفيق على الوقت اللي بغات لي خاطرو، لا، عنده واحد لورغانيزاسيون في النهار ديالو اللي كيريسبكتيها. دونك اورغانيزاسيون شي حاجه اللي مهمه. فاش كنقول لك انا خاصك تورغانيزي راسك، خاصك غير تحدد شنو غادي دير في النهار ديالك، وحاول ما امكن ما تقولش بزاف ديال لي طاش بلا تو دو ليست بلا حتى شي حاجه. غير حدد مثلا اليوم غادي نقرا واحد نص ساعه ديال لونغلي في الصباح، ومن مورا الخدمه غادي نمشي نتريني مثلا واحد نص ساعه بحال هكا، غير واحد جوج مهام بحال هكا في النهار، ماشي جوج مهام، هادو واحد الحوايج اللي مرتبطين بالاهداف ديالك اللي خاصك ديرهم في النهار ديالك، غير بحال هكا، هادو هما اللي خاصني ندير ونحدد لهم الوقت اللي غادي نديرهم فيهم، ماشي بزاف ديال لي طاش، وماشي عاوتاني ما دير حتى شي حاجه يعني تخلي تاع لا رشقت لي ندير لك حاجه. دونك لورغانيزاسيون شي حاجه اللي ضروري، ولا ما كنتيش اورغانيزي ما عمرك ما غادي تافونسي فيغ لي زوبجيكتيف ديالك. ثالث حاجه وهي هضرت عليها في الفيديو ديال البارح، وهي انك خاصك ضروري تحدد واحد الوقيته اللي تنعس فيها. انا فاش في الخدمه فاش كنقول شي واحد مثلا راه كنعس مع 11 وتنفيق مع 5 عاد واش كتقول اصاحبي؟ وكتلقى مثلا في الخدمه كلشي تيقول لك عرفتي انا نعست البارح حتى للجوج، الاخر كينقص كل عرفتي انا نعست حتى للثلاثه، بقيت شاد واحد السيرين تفليكس ساليت واحد السيزون، كتلقى بنادم تيتفاخر بانه بقى سهران، يعني كنوليو كنكومبيتيو شكون اللي سهر بزاف. وفاش كنقول انا شي واحد باللي راني كنعس مع 11 ديما، كل نهار مع 11 كل نهار مع 11 كل نهار مع 11، تبقى تيتصدم تبقى تيشوف يقول لا ما يمكنش. ولا كنقول لي راه كل نهار كنفيق مع 5 تيتصدم عاوتاني باش يقول لي باللي راه ما يمكنش. دونك تجي بنادم شي حاجه اللي غريب. العاده اللي خاصك تخلص منها هي انك ما تبقاش تنعس في اي وقت، تولي تنعس في واحد الوقت محدد. علاش؟ حيت انفو كتنعس واحد الوقت محدد الدماغ تيتبروغراما وتولي تيريكوبيري وتولي تيشبع النعاس. دابا ندوزو لرابع عاده واللي هي انه ما عمرك ما تسمع النصيحه من اي واحد. راكم متاكد فاش انك غتبدا في اي مجال ولا غتقول غادي ندير اي حاجه كلشي غيجي يشبعك بالنصائح، كلشي ما كاينش شي واحد اللي ما غيجيش ما ينصحك. انا النهار الاول بديت في يوتيوب كلشي كان كيجي كينصحني يقول لي اش خاصك دير واش خاصك دير واش خاصك دير. انا ما تنقولش باللي راهم غالطين وما تنقولش باللي راه عندهم الصح، مي كتبقى هما النظره ديالهم هما كيفاش كيشوفوا الحاجه. منين غادي تسمع النصيحه؟ غادي تسمعها من الناس اللي انت باغي تولي بحالهم. الا مثلا انت بديتي في يوتيوب وكتشوف راسك ولا لقيتي واحد السيد اللي واعر في يوتيوب، غتمشي تسمع النصيحه من عند هذاك السيد اللي واعر في يوتيوب. الا كنتي باغي تلونسي بروجي ديالك، ما غاديش تسمع النصيحه من اي واحد، غادي تمشي تسمع النصيحه من عند شي واحد اللي ديجا لونسا البروجي ديالو وناجح عنده مزيان، هذاك هو اللي غادي تسمع ليه. دونك النصيحه كنمشيو كنسمعوها من عند الناس اللي حنا باغيين نوليو بحالهم. دونك هادو اربعه ديال العادات اللي خاصك تخلص منهم باش تافونسي في حياتك وباش توصل لي زوبجيكتيف ديالك. بغيت غير نفكرك الا كنتي مازال ما خديتي الكتاب ديالي، فغادي تلقى واحد اللينك في الديسكريبشن، غادي تكليكي عليه غادي يديك لواحد لاباج، وتما تقدر تدخل الايميل ديالك وغادي يوصلك الكتاب بار ايميل في هذاك الايميل نيت اللي دخلتي، وتقدر تيليشارجيه وتتفرج فيه اي سي غراتوي. دونك هادشي اللي كان في لا فيديو ديال اليوم، تهلا ليا فراسك، تشوفو غدا ان شاء الله فيديو جديده.